بامبي 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 بامبي. بالنسبة لنا احنا الحياة بقى لونها بصلي. انا مش شايف الحياة اصلا من الدموع. ممكن اعرف احنا ليه بنخرط فدادين البصل دي لما احنا اصلا لسه مقررناش نوع الاكل اللي هنعمله؟ البصل ما يخسرش، ما فيش اكل ما فيهوش بصل. شكلك رجعتي جوا الصندوق تاني يا نعناع. انا كنت بفكر في عربية سوشي. عربية سوشي في مبابة؟ انت راجل كبير ومحترم عم سيد، ما تطلعش على نفسك سمعة. سوشي؟ اخس ليه يعني؟ شايفيننا راجعين من السبا ولا حاجزين جلسة تعشير بشرة؟ قول له احنا نعمل العربية مارشميلو. استغفر الله العظيم يا رب، لا الا المنكر، يعني احنا عايزين ناكل لقمة بالحلال عشان ربنا يكرمنا. نعمل ممبار ولحمة راس، بلاش فتي. مش لايق على البنك ده يا ابني. طواجن وهدمعت ليه على البنك؟ بنقول برا الصندوق، برا الصندوق. كفتة ضاني. الكفتة برا الصندوق؟ لا دي الكفتة حتى تبقى باردة ومجلدة لو برا الصندوق. لا الضاني هو اللي برا الصندوق، أو البقري أو اللحمة. يا جماعة عموما كل اللي الناس بتاكله هنا مخلوقات تانية خالص. أخدوا عليها عزوز يا ابني، لو غيروها يعيوا. خلاص بلاش لحوم خالص، احنا نعمل عربية بلانت بيتس فود وهي فرة وماشية. ما تقول خضري وخلاص يا عم هيصة، ولا لازم يعني نعوج بقنا؟ البلانت بيست ايه؟ لا ابو كباتن، البلانت بيست فود ده بحر وغويط، ده من غير علام كده داخل فيه فاكهة وبقول ومكسرات وكينو وحاجات ياما. لأي أسئلة واستفسارات برجاء مراجعة البوست المثبت بالصفحة أو نقر الرابط. بقول لك فرة وماشية في البلد. لا لو على الفرة بقى نعمل عربية بطاطا بالشوكولاتة. أرانب بالملوخية. أرانب بالعجوة. ذرة بالزبدة. محشي باللية. برجر بالكراميل. شوفان بالكنوة. ريد فلفل بالقشطة السكيم. كنافة بالمانجا الفص. بلانت بيست فود باللحمة المفرومة. فول بالزيت الحار. حضرتك بتعلي علينا ولا بتجود ولا بتطلب ولا ايه بالظبط؟ مش دي عربية فول؟ انا عايز 2 فول بالزيت الحار. لا اولا دي مش عربية اكل، دي طيارة اكل. الاداء فلات قوي. ثانيا دي طيارة اكل برا الصندوق. عمرك شفت فول بالزيت الحار برا الصندوق؟ بقولك ايه يا سيد الكباتن، ما الفول موجود والعيش موجود والزيت الحار بردك موجود، ما نقوم نقلب عيشنا كده، خلي عجلة الانتاج تتحرك شوية. او النبي يا كابتن، ده احنا بنجح اطراب بالزلزل. شوف يا عزوز يا ابني، انا شخصيا خدام لقمة عيشي. ابدا مش الكابتن عزوز اللي يقف على عربية فول في مبابة. انتوا كده بتجهدوا احلام يا اخوانا. انا كابتن طيار عزوز صاحب وقائد ومدير الفريرة F16، ومش هحولها لعربية فول مهما جوعت سنين. خلاص مات الكلام والمقابلة انتهت يا أسد. واحد فول حار وواحد اسكندراني وواحد بدنجان برا الصندوق للأخ اللي ورا ده. اتفضل. ألف أنا نيكست.